الحمد لله الحمد لله مسبغ النعم ودافع النقم ومحيي الرمم وموجد الناس من عدم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرأف من حكم وأعدل أرأف من ملك وأعدل من حكم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى وقدوة الأمم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادات القمم أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون عباد الله والله يبتلي عباده بالنعم كما يبتليهم بالمصائب ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون فهل انتم شاكرون أم أنتم كافرون وبعد الناس يظن أن النعم مقصورة على الطعام والشراب وهو ظن خاطع فالنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى فكل حركة وكل نفس فيه فنعم كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله: النعم ثلاثة نعمة حاشلة يعلم يعلم بها العبد ونعمة منتظرة يرجوها ونعمة هو فيها لا يشعر بها، قلت: وهي الاكثر لو كانوا يعلمون واعظم النعم واعظم نعمة انعم الله عز وجل بها علينا هي نعمه الاسلام والايمان حيث جعلنا من اهل الاسلام والايمان والتوحيد ولم يجعلنا مشركين يعبدون غير الله تعالى وقال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه قال هي لا اله الا الله ايها الاحبه ومن اعظم النعم نعمه الستر والاهمال لان الله لو عاجلنا بالعقوبه لاهلكنا قال مقاتل رحمه الله في قوله تعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه قال: اما الظاهره الاسلام واما الباطنه فستره عليكم المعاصي. قال رجل لابي تميمه: كيف اصبحت؟ قال: اصبحت بين نعمتين لا ادري ايهما افضل. ذنوب ذنوب سترها الله فلا يستطيع احد فلا يستطيع ان يعيرني بها احد وموده وموده قذفها الله في قلوب العباد ولم يبلغها عملي قال قال الامام ابو محمد الاندلسي القحطاني في رحمه الله تعالى في نونيه القحطاني أنت الذي أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من من حيرة الخذلان وزرعت وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان وهشرت في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البريه شائعا حتى جعلت جميعهم اخواني والله والله لو علموا قبيح سريرتي لابى لابى السلام علي من يلقاني ومن اعظم النعم ومن اعظم النعم نعمه الصحه والعافيه وسلامه الجوارح جاء رجل الى يونس ابن عبيد يشكو ضيق حياله يشكو ضيق حاله فقال له يونس ايسرك ببصرك هذا مئة ألف درهم قال الرجل لا قال فبيدك مئة ألف قال الرجل لا قال فبرجلك مئة ألف قال الرجل لا فذكره نعم الله عليه ثم قال له يونس: أرى عندك مئين الألوف وأنت تشكو الحاجة ومن نعم الله تعالى نعمة المال من طعام وشراب ومسكن وملبس ونحو ذلك. قال قالت عائشة رضي الله عنها: ما من عبد يشرب الماء القراح أي الصافي فيدخل بغير اذى ويخرج بغير اذى الا وجب عليه الشكر قال بعد السلف في خطبته يوم العيد اصبحتم اصبحتم زهرا واصبح الناس غبرا وأصبحت وأصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبون وأصبح الناس يزرعون وأنتم تأكلون بكى وأبكى من حَوْلَهُمْ عباد الله الشكر يحفظ النعم ويزيدها فمن رزق الشكر رزق الزيادة قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما فلما رآه مستقرا عنده قال قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وأستغفر هذا نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم والذكر الحكيم وأستغفر, وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الأحبة خطبتنا اليوم ሽሪ ኒማ ሀውለ ሽክሪ አኒዕማ አላሁ ጀለ ዋዓዝ እኔና እናንተ ላይ ያኖረው ጸጋ ቢቆጠር ቢሰፈር እማይ ዘለቅ ጸጋ ነው እክዋኒ በዚህ ርእስ ጥባ እንዳዘጋጅ ያደረገኝ አንድ እህቴ ደወለችልኝና ጥያቄ ልጠይቀኝ ነው ሰሞኑ እጅግ ብሶ በዛ ዱንያ እኔ እምችለውን ያህል ስጥር ወደ ነው የምመለሰው ከዜሮ ነው የምጀምረው ውጭ ሀገር ሄድኩኝ ዘጠኝ ዓመት እለፋሁኝ ነገር ግን ምንም ለውጥ አላመጣሁም እሞክራለሁኝ ወደ ነው የምጓዘው ሁሌ ከዜሮ ነው የምጀምረውና ምንም አልሳካ ሲለኝ ብቻ ይሄ በዚህ ህል የነገረችኝ መዓት ምክንያቶች ምንም አልሳካ ብሎ ሲለኝ ለሊት ተነሳሁኝና جيتاين لليت ليت أيقوت من هذه هي الطامة العظمى والكبرى إهنو عدا غنيوت إياك إواب من بيت يا ربي ويهوتين أستكاك للين وينم وسدين وينم راسين دات أفا ادرين يا سبحان الله الله المستعان اندي بلو بيت أيك أهلا مالتنا ومسلم هنا بيو الله أيها الأحبة ዱንያ ያጨናነቀችው ህይወት ያጣበበችው ተስፋ ያስቆረጠችው ተስፋው ከለመለመው ይበልጣል ወሐሰተን በዛሬው ዘመን ላይ አንደኛውን ችግር ስናልፈው ሌላ ችግር በሚተካበት ዘመን ላይ አንደኛውን የቤታችንን ጣጣ ስንሻገር ሌላ ጣጣ በሚተካበት ዘመን ላይ ሕይወታችን በሙሉ በጣጣ ውስጥ ውትፍትፍና እስርስር ባለበት ዘመን ላይ እንደዚህ ተስፋ የቆረጡ እራሳቸውን ለማጥፋት ጌታቸውን የሚለምኑ እራሴን እንዳጠፋ አድርገኝ ብዬ تيكوت بلا على تشين تاديا إهننو القوات إهننو نولينيم لنانتم يملاتون أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالنعم كما يبتليهم بالمصائب الله جل وعز بارياو تشون بسأقا يفتنال بأدقا ندم فتنه الله سأقا براسو فتنانو تلانتنا يالنبرن ባዶ የነበር ነው ሰዎች ድንገት ጸጋ ሲመጣ ባላሰብነው መልኩ ጸጋ በሚመጣበት ጊዜ ሲትረፈረፍ ጉልበት ሊሆን ይችላል ስልጣን ሊሆን ይችላል ብር ሊሆን ይችላል ልጅ ሊሆን ይችላል ምንም ይሁን ምን ጸጋ የሚባለው ነገር ድንገት እጃችን ላይ ሲገባ كمسمر نوتالن دمبرنت سالن وسن نالفالن الله رب العزة والجلال الناس قيم يا الله باري ان انرقت اللن كن يابلاي ما نالبلن هذه هي الفتنة وكذلك ولتن يو وعينت አልመሳዒብ የምንወደው ከእኛ ጋር በቆየልን ብለን ተስፋ የምናደርገው ልዩ ወዳጃችን የምንለውን ከመሃል ይነጥቅብናል እናትርቶን ትችላለች አባት ሊሆን ይችላል ልጅ ሊሆን ትችላል ሚስት ልቶሆን ትችላለች ባል ሊሆን ይችላል አየን ያ የምንወደው አካል ማን ይሁን ማን ከመካከላችን ላይ ድንገት ንጥቅ ያደርገውና ቀልባችንን ስብር ያደርገናል ህይወታችንን ጭልም ያደርግብናል የዚያን ጊዜ ተስፋን ቆርጥና ከንትን በኋላ ካጣሁት ነገር በኋላ መኖሬ ምን ሊያደርግልኝ ብለን እንላለን ልክ ልይቷ። እንዳለችው ዱኒያ ነው እጇ ላይ ያጣችው ሀብት ነው እጇ ላይ ያጣችው ጓደኞቿ ውጭ አገር ሄደው ሰርተው መጥተው ሲያልፍላቸው ልጆች ሲወልዱ ቤት ሲሰሩ ሲነግዱ ጥሩ ሲለብሱ ጥሩ ሲበሉ ስታይ እሷ ግን ሁሌ ህይወቷን ከዜሮ ስትጀምር ሞትን ተመኘች ብዙኖቻችን እዚሁ ዓለም ላይ እዛው አካባቢ ላይ ነው ያለ ነው ሀዚህ ኢብትላኡ ምን ላ ዘ የአላሁ ጀለ ዋዝ فتناؤهم كفيلات بس أجا سيفتن دمو بعد يفتنال كفيلون بحب سفتن للاون بده النت يفتنال كفيلون بتأن الناس سفتن للاون ببهمن يفتنال قال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونبلوكم انفتناچو لان انانتي سو شوي بالشر والخير فتنه بماتفوم بملكامم نجر انفتناچو حاللن مچረሻچو دمو ودني بشر تفتناچو شو يتاګساچو شو ماات مندا لنكن لن انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب አጅራቸውን የታጋሽ የሆኑ ሰዎች ሙሲባ ሲበዛባቸው አደጋ ሲበዛባቸው አላሁ ጀለዋዝ ወዶ ፈቅዶ እስካደረገው ድረስ ከሱ ጋር እዕትራት ከሱ ጋር መጋፋት አስፈላጊ አደለምና ረቱ ቢላሂ ረበን ወብልእስላም ዲና በማለት የሚታገሱ ሰዎች الله رب العزة والجلال إنما يوفى الصابرون بغير حساب بالو يكفي أكفافل سلط مسرت متأني للو ودري للون من دا እንመነዳቸዋለን አለ እኒ በሸር የሚፈተኑቱ ናቸው አማ በኸይር የሚፈተኑትማ እኔ በሰጠኋቸው ጸጋ እኔን አመስግነው እኔ በምፈልገው ቦታ ያዋሉት እንደሆነ ያ እኔ የሰጠኋቸውን ጸጋ ሀብት ሊሆን ይችላል ጉልበት ሊሆን ይችላል እውቀት ሊሆን ይችላል ስልጣን ሊሆን ይችላል ልጅ ሊሆን ይችላል ውበት ሊሆን ይችላል ምንም ምን ይሆን ምን የኔን ጸጋ እኔ በምፈልገው ቦታ ላይ ያዋሉ እኔን ያመሰገኑበት የሆነ እንደሆነ فأزيدهم في الدنيا وأجازيهم في الآخرة دنيا لا أَمْرَ الله تعالهم آخر لا يمن الله جل وعز قال إن دقبوا هل تنم مدا ألو ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ትርጃን ወደ እኛውትን መለሳላችሁ ይድላም ይክፋም ወኢለይና ቱርጃዑን አመሰገናችሁም ካህዳችሁም ወኢለይና ቱርጃዑን እኛ ጋር ትመጣላችሁ በሁለቱም እንመነዳችኋለን አለ ረብልዕዘት ወልጀላል إياك هوجن فهل انتم شاكرون ام انتم كافرون يا الله جل وعزن سجع يا الله سبحانه وتعالى فتنا بزينو مي فتنن اون اياكاد نو ويسيا مسجن نو نو يالا نو يميلو يا هلا بعد الناس يظن ان النعمة نعمة سقى أم بالو نجر مقصورة على الطعام والشراب ሚበላ የሚጠጣ ኒዕማ ጸጋ አረ ምን ጠፍቶ እኛ ቤትማ ኒዕማው ሞልቶ እንደው በሽታው እንጂ እኛ ቤትማ ኒዕማው ሞልቶ እንደው እንትና ሞተ እንጂ እኛ ቤትማ ኢላኽር እየተባለን ኒዕማ የሚባለው ነገር በመብላትና በሚጠጣና በመጠጥ በመግብ ብቻ ላይ ምን ያሚያደርጉታሉ በዚህ በሁለቱ ብቻ እሚያዩት አሉ። ይሄ አመለካከት እጁ ግኖ የተሳሳተ አመለካከት ነው። ኒዕማ በጣም ብዙ ነው። አላሁ ጀለ ወዝ ቆጥረን የማንዘልቀው ስለሆነ ወኢን ተዱ ኒዕመት ላህ ላ ትሕሱሓ የኒን ጸጋ ብትቆጥሩ አትዘልቁትም አይቻልም ቁጭ በሉና ቆጠራ ውስጥ እንግባ በፍጹም አንችልም ስለዚህ ምን ይላሉ ኒዕማ የሚባለው ነገር እጅግ በጣም ብዙ ነው ለምሳሌ ፈኩሉ ሐረከቲን እያንዳንዱ አንቅስቃሴ አስአሉኩም ብላህ ሽንት ቤት ጥያቄ ጠየቅኳት እንደዛ ነው ልጅቱን ምንም አላልኳት አሁን መምከር አይዞሽ እንደዚህ አይደለም ያልፋል ምናምን አይደለም የሚያስፈልገው የመጀመሪያ ጥያቄ ጠየቅኳት ቢላ አለይኪ ሽንት ትሸኛለሽ ነው ያልኳት አዎ ራስሽ ገብተ ሽንት ቤት ትሸኛለሽ አዎ ራስሽ ትጸዛጃለሽ አዎ አይንሽ ይሰራል አዎ አቅልሽ ይሰራል አዎ ብር እህሳ ሰላማዊ ነት ትንቀሳቀሻለሽ አዎ ማታስ ትተኛለሽ አዎ ጠዋትስ ትነሻለሽ አዎ ራስሽ አዎ ጠኋራ ራስሽ አዎ ፈኩሉ ሐረከቲን እያንዳንዷ እንቅስቃሴያችን አለይሰት ኒዕመቱ ምን ኒዓም አዘወጀል ዘ ወጀል ከአላሁ ጀለ ዋዝ ጸጋዎች አደሉም ቢላ አለይኩም ብንከፍልባቸው ኖሮ የዚችን እንቅስቃሴ ብቻ መክፈል እንችል ነበረ ብለህ ታስባለህ ቢላ ደጋግሜ እንዳልኩቱ ወላህ እኛ እንክፈል ብለን ብንል አይናችን ውስጥ ያለ ይሄ የአይናችን የላይኛው ብሬኑ እንዳይጎዳ ዘንዳ የአይናችን እቺ መስተዋቷ እንዳትጎዳ አላሁ ጀለ ዋዝ ያኖረው ዘይት ፈሳሽ በፍሪክሽኑ አማካኝነት እንዳይጎዳ ያኖረውን ዘይት ብቻ ልንከፍል አንችልም እሱንማ ቶ ረቂቅ የሆነ ነገር ነው የምራቃችንን ዋጃ መፈል አንችልምኛ ይህ ምራቄ ኖሮ ነበር መናገር አልችልም ነበር እኔ ታቃላችሁ ያለ ምራቅ አንድ ሰው አንድ ደቂቃ መናገር አይችልም ምክንያቱም ይደርቃልና ጉንፋን ይዟችሁ ታፍኖ በአፋችሁ ተንፍሳችሁ ታቃላችሁ አለ አንድ በታችሁ እንዴት ድርቅ እንደሚል ዋሃ ጠገባችሁ ፈሳሽ ነገር ወኢን ተዱ ኒዕመት ላ ላትሱ አለረቡ ረብልዘቲ ወልጀላል ወኩሉ ነፈሲን እያንዳንዱ አስትንፋሳችን أليس تي نعمة السبب يهوس بيتالو غوبينو متنفس أكتو سيابك بأكسجين منور سنتو على بيا من الله يتبك أتو الله يتبك أن النعم فيه نعم كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى إن لا يعلون سجى إن يرى نقوم الله رب العزة والجلال بيتشانو لذي ابن القيم رحمه الله النعمة ثلاثة ألو. نعمة متبالو أنا قر تكفل على بلو علوم عند نعمة حاصلة يعلم بها العبد عبروت على ያሰውዬ የሚያውቆ የሚያውቀው አይ ልብስ ጸጋ የልጅ ጸጋ የሚስጸጋ የጤንነት ጸጋ የብር ጸጋ የምናምን ፀጋ የምናምን ጸጋ ኒዕመቱን ሐሲለቱ ያዕለሙ ብሃ ልዓብዱ የሚያቃት የሆነችዋ ጸጋ የሚቆጥራት እቺ ጽቅጥ ኒዕማናት ብሎ የሚያስባት ወኒዕመቱን ሙንተዘረቱን የሚጠበቅ የሆነ ጸጋ ደግሞ የርጁ ቢሃ ይመኛ የርጁሃ ትመጣለይ ብሎ ከእለታት አንድ ይጠብቃል ለምሳሌ ልጅ አለው ባለቤት ወርጉዝናት ልጆቹ ጸጋ ናቸው የሚመጣውም ልጅ ይመጣል ብሎ ይጠብቃል ወሃ ከዛ ደሞስ ተቀብሏል ኒዕማ ነው የሚቀጥለው ወር ደሞስ ሲመጣ ደሞ ተቀማለ ብሎ ይጠብቃል ወሃ ከዛ ኒዕመቱን ሐሲላ ወኒዕመቱ ሙንተዘራ በሁለት ከፈሉት አማ ሶስተኛይቱ ኒዕማ የማትታወቀው ኒዕማ ወኒዕመቱን ኒዕማ السوسوا وسط نعمة لا يشعر بها السوا السجار ياتي نعمة ياتي الله سجى عبروا إن ذلك يما وهي الكثيرة بتعم بزوم متبالوا وهي الكثيرة لو كانوا يعلمون الجبة عم بزوس أجا أم تبالوا الصوانات بن كوترات بن يما نزل كات وعظم نعم يا جماعة عندي اعظم نعمة عظم الله عليها أعظم أنعم الله عز وجل بها علينا هي نعمة الاسلام والله وكفى بها نعمة كزيه بلت أسقى والله وتالله أكالا چن تلتو سونا تا چن تبلاشتو عبدو مبلات متتا تا قطون ينورن مشنا تا قطون سويا سداداني ينورن سونا تا چن هلا والله وتالله نعمة الإسلام بچابك إنات لو شكرنا سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ونهارا بعدد بعدد أنفاسنا والله ما وفينا شكرها الله جل وعز ليتك أن بلن بنام يا استنفاسات شنن كوت الله سبحانه وتعالى مسلم سلادر الرجن بتشا والله شكرنا وشكرنا وأنت الرسم من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا هي نعمة الإسلام والإيمان مسلم مهنات مؤمن مهنات شنساقا موحدوش مهنات أجا. والله مسل يلوم الله سبحانه وتعالى ሙሽሪኮች እንድንሆን ሳሩን ቅጠሉን ታቦቱን ድንጋዩን ዛፉን ጨሌውን ምናምኑ እንድናጋራ አላደረገንም እንግዲ አውሳ እያከ ንዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን እንድንለው አደረገን አንተን ብቻ ነው የምንገዛው አንተኑ ብቻ ነው የምንከጅለው እንድንል ሙስሊሞች እንድንሆን አደረገን አላሁ ጀለ ዋዓዝ ለሱ የሚገባ ሰማይ ምድር የሞላ ምስጋና ይገባው قال سبحانه وتعالى مجاهد رحمه الله الله سبحانه وتعالى وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً مثل وان آية مجاهد بن لالو هي لا اله الا الله، الصك لا اله الا الله، ظاهرا وباطنا أسبغ عليكم نعمه، أن أنت نعمه تكون نكرات. على الله سبحانه وتعالى، لا تشو بنعمه بني ماوس تنور أراكاتشو سيل، هي لا اله الا الله، أنا ألو مجاهد، مقاتل دمو تفس تفسير فالثروات هي ستر المعاصي. ظاهرا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا بلو مالت إلى مقاتل رحمة الله عليه قال أما الظاهرة ظاهرة أهي متايو بلاي قهد يهونو سأقا يمي بالو الإسلام مسلم ما درقونو قالو وأما الباطنة سور يهونو ما نمم ما يا الله جل واس نعمة ستره عليكم المعاصي يمسر وانجل سون دايباتشو ما درقونو بالله عليكم የምንሰራውን ወንጀል አንዳችን ሌላችንን እንድናይ አላህ ጋሃድ ቢያወጣን ኖሮ እንተፋፈር ነበርኩ መስጅድ መጥተን መስገድ ይጠናን ነበርኩ። ምክንያቱም እገሌ እኔን ወንጀል አይቶኝ እንዴት ነው ሚንበር ላይ ቆሜ ዳዕዋ ማድረገው እንዴት ነው የማሰግደው ብዬ ለማሰገድ ይጠና ነበረ እናንተም ረ መሐመድ እኔን በዛ ወንጀል ላ አይቶኝ እንዴት ነው ከበስተ ጀርባው ከሱ ጀርባ መሰግደው እንዴት ነው የእሱን ዳዕዋ ማደምጠው ብላችሁ መስድ መምጣት ይሰቀጥጠን ነበረ አላሁ ጀለ ዋዝ ወንጀላችን እንደብቆልን ስንት ወንጀሎች አሉ እኔና አላህ የምናውቀው እኔ ላይ እናንተና አላ የምታውቁት እናንተ ላይ ስንት ወንጀል አለ ወአስበቀ አለይኩም ኒዓማሁ ዛሂረ ጢና ብሎ ማለት ሚስጢራዊ የሆነው ስውር የሆነው የአላ ጸጋ ወንጀላችንን መሸፈኑና ሌላው እንዳያብን ገሃየድ እንዳይወጣብን መደበቁነው አሉ አልኢማሙ አቡ መሐመድ አልቀህጣንዩ ረሒማሁላ እኑንያ በምትባለው ግጥማቸው ላይ እንዲ አሉ አንተ ለዚ አወይተኒ ሐበውተኒ አንተ ኮነ እኒን ወዳንተ ያስጠጋኸኝ በሲትርህም ያለበስከኝ አላ አየ የከላላህ ግርዶሽ ውስጥም ያስገባኸኝ አንተኮነ ዋሀደይተኒ ሚን ሐይረት ልክዝላኒ እኔ ተደና ብሬ መንገድ ጠፍቶኝ እምሠራው ማወራው ጠፍቶኝ ድንብርብር ያልኩኝ እንዳልሆን ትክክለኛውንስ እስ ጎዳና የመራኸኝ ሙስሊም ያደረግከኝ አንተ አደለህን وزرعت لي بين القلوب مودة أصول بنا أستدم مودة دم يبتن كل يزرع اللي ينت على اللي عندي والعطف منك برحمتي وحناني ينت شروتها النار أزاني نت النار حره ونشرت في العالمين محاسنا ينين ملكام سرعين عالم لا يبتن على الركوع الدارس كوار عن عبصارهم عصياني ከአይናቸው ላይ ወንጀሌን ነውሬን ሰወርክልኝ ደበቅክልኝ መልካምነቴን ብቻ ገሃድ አወጣህልኝ አለ ዓለም ላይ አሉ የምትሏቸው ዱዓቶች አሉ የምትሏቸው መሻይኾች አሉ የምትሏቸው ሙተቆች አሉ የምትሏቸው አውልያኡላህ ብለን የምንላቸው ሁላ ወላ አንድ ቀን የምንሰራውን ወንጀል ለሰው አውጥቶ ገሃድ አውጥቶ አሳይቶብን በነበር ጉድ በፈላህ لذي شخويا من بلو على وسترت عن أبصارهم عصياني ينين ملكام سرين بتنا درجة ملكام النتي عندي تايا تونا أشاشة وانجلي عندي بنيربك بيني أنت هذا وجعلت ذكري وجعلت ذكري في البرية شائئا يني سمي يني وداسي سوش زندا عندي دارس يا ሐታ ጀልተ ጀሚሁም እዋኒ ሁሉንም የኔ ወዳጆች የኔ ወንድሞች ያደረክልኝ አንተነ አሉና ላ አሉ ገጣሚ እንደ ወላሂ በአንተው እምል አሉ ገጣሜ ለው ዓሊሙ ቀቢሐ ሰሪረት የተደበቀውን ስውር የሆነውን ቆሻሻየን አውቀውብኝ በነበር ወንጀሌን አውቀውብኝ በነበር ብልግናዬን ውስለታዬን አውቀውብኝ በነበር አሉ ለአበ አሰላማ ዓለየ መን መንገድ ላይ የሚያገኘኝ አሰላሙ ዓለይኩም ብየስለው ብ ለአንተ አሌይኩም ሰላም ይገባል እንዴ ብሎ ጀርባ ቀብሎብኝ በሄደ ነበራ አያቸው እንዴት እንደደበቀል نديت هذا الجون دم يجلس أتو أول ما الله تيا جاء الله عن سطر إذا نعمة من نعم الله عز وجل عن ستر سبحانه وتعالى معايبنا وأمهلنا ونجلاتنا ندبك ندقنا مجزي ستا لتوبة قدل ستا وديو رمجا قالوا السدب فلنشكره على هذه ወሚን አዕዘሚ ኒሚ አዩ አባ ኒዕመቱ አስሐት ወልፊያት ወሰላመት ጤንነታችን በሰላም መኖራችን አካላችን ደንደህና መሆኑ በራሳችን መንቀሳቀሳችን ራሳችንን መቻላችን አለመታገዛችን ሌላውን ቶ የሰው ማጸዳዳት ምናም ምናምን ቶ እኔ ወደ መስጅድ በዊልቸር የምመጣ በሆን ተዋረ ዊልቸር የሚገፋ ነው አንድ ሰው እንደዚህ ደግፎኝ እንድመጣ የምፈልግ ሆኜ በነበር ያ ሰው የሚሰለቸኝ ነበረ እኔም እሱን ማስቸገር ይሰለቸኝ ነበረ ስለዚህ መስጅድ መምጣት ለእኔ ከባድ የሆንብኝ ነበረ ሌላውን ሁሉ ትተ ስታበቃ ጃአ ረጁል አንዱ መጣና እናንተም እኔም እንደው ሸክዋ የምናቀርብለትን የምንነግረውን ውስጣችንን የሚሰማንን ሰው ብናገኝ ይህንኑ ነበር ይሄደን የምንለውና

ፈቃለ ለሁ ዩኑስ አየሱሩክ እንደው ፈቃደኛ ትሆናለህ ደስ ይለሃል ቢበሰሪካ አይንህን ሃዛ በዚች አይነክ ሚያቱ አልፍ ድርሃምን አንድ ሺህ ድርሃም እንሽጣት አይንህን እናውልቅና አለ አሁን እንደዛ ከልጅቷ ጋር አወራሆኝና በኋላ ላይ አልኳት አሁን ስክሪፕቶያዥና አይንሽን አንድ ሚሊዮን እንሽጠው እሽት ልብሽን አንድ ሚሊዮን ኩላሊት ይሸጣል እኔ ላምጣልሽ ደንበኛ ጆሮ ይሸጣል እጅ ይሸጣል እግር ይሸጣል ዘር ዝሪው ሚሊዮን ሁሉንም እንግዛሽ ፈቃደኛ አነሽ ሻ ወላ ስታዝ ህይወት ጨልማብኝ ነበረ አበራል ፋይናሊ ወላ ወተላ ሀገራችን ላይ አለ የሚል ባለው መልቲ ሚሊዮነር ሼክ አላሙዲን አንቺ ጋር ያለውን ኒዕማ ልግዛ ብሎ ቢል የእሱ ብር አንቺን ኒዕማ ሊገዛ እንደማይችል ታቅያለች عند عينو أنا أجل عند عينا أجلن ساتو قاري الله بر اللي أجل نعم الله علينا كثيرة سرزي شخوية ومن علو عين هنا عند ما توشى درهم النشتو قال الرجل لا فبيدك مئة ألف الجهن الشي ما توشى النشتو قال الرجل لا فبرجلك فبرجليك مئة ألف اجرهن دمو لتنم مقروتين ما متو توشى النشتل قال الرجل لا فذكره نعم الله يا الله انزق عند عندك وترلت النا ثم قال له يونس ارى عندك مئين الالوف انت زندا مآات شي وش مآات ما توشي دراهم لا وانت تشكو حاجة انت لموشقرين بله بلا اوراق انسى ما إن هلل نو نقرو بالله عليكم تشجرين تسفاي قرت اني مخاصه وطات ابو كزي نورو من اللي موت على اذا ايها الاحبه فمن نعم الله عز وجل المال والطعام والشراب والمسكن الصحه يقول الله سبحانه وتعالى صقان من بلاو من تنفس من تنفسو من انكساقسو الله صقان عائشه رضي الله عنها وارضاها اندي حالهم آه ما من عبد يتنعم يا الله باريا يشرب الماء القراح يعني عند سو نسو يهنا وها كتتا يدخل بغير أذن ويخرج بغير أذى وجب عليه الشكر الوها وها نسو وها تتتو ساي رب شو تجماري نقر ساسفل لغو ها تبو ساسفل لغ ساي ለሽንቱ ትቦ ሳያስፈልገው ኖርም በሰላም መውጣትና መግባት ከቻለ ያ አሉ እናታችን አይሻ ረ ላሁ ንሃ ዋርዳ ኢላ ወጀበ ዓለይህ ሽኩሩ በዚህ ቢአላህ ጸጋ ላይ አላህን ማመስገን ግድ ቢሆን እንጂ አሉ አንዱ ኸጢብ ኩጥባ እያደረጉ ነው በጅሙዓ ቀን ምን ብሉ አስባሕቱም ዙህረን እንደው ተውባችኋል አበባ መስላችኋል ፈክታችኋል የኢድ ልብስ ለብሳችሁ አሉና ወአስበሐ ናሱ ቁብራ ሰዎች ደግሞ በየሜዳው አይሚን በየበረሃው አመድ ለብሰዋል አደል እናንተ ደግሞ ያሰላም የኢድ ልብስ እናንተ የጁሙአ ልብስ ለብሳችኋል ሰዎች ደሞ በየበረሃው ያሉበትን ሐል እነሱና እነሱ ብቻ ነው የሚያቁቱ ثم ቃለ واصبح الناس የንስጁን ሰዎች ይሰራሉ ይለፋሉ ወአንቱም ተልበሱን እናንተ ደግሞ በብራች የገዛችሁት ልብስ እነሱ የሰሩትን እንኳን የመልበሱን እድል አላገኙም واصبح الناس ዩንትጁን ሰዎች ይሰራሉ ያመርታሉ ወአንቱም ተርከቡን እነሱ ግን ልረክቡ አልቻሉትም ሰዎች ያመርታሉ እናንተ ደሞ መኪና ትጋለባላቹ ፈረስ ላይ እትሄዳላችሁ ግመን ላይ እትሄዳላችሁ ኮርቻ ላይ እታርፋላችሁ አደለ ሃዛ ኒዕመቱ ሃድህ ኒዕመቱ እልልሃ ንዓሙ አለይኩም ثم ቃል ወአስበሐ እናሱ የዝረዑ ወአንቱም ታእክሉን እነሱ ይዘራሉ አሉ ሊበሉት አልቻሉም እናንተ ደሞ ትበላላችሁ ገጠር ላይ አለች ዋናቲ እኩ እንቁላል አትበላም ገጠር ላይ ያሉት አባቲ እኩ እንቁላል አይበሉም ጥሩ ጥሩ ነገርኩ ወደ እናንተ ነው ይመጣዉ ወአንቱም ታእክሉን نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. هذا صلوا وسلموا على الحبيب الذي أمركم بالصلاة والسلام عليه قائلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ، وعن سائرِ الصحابة أجمعين، وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، ودمِّر الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك وعداء الدين، اللهم احفظنا بحفظِك، وجعلنا تحت رعايتِك اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تكن علينا اللهم زد علينا نعمك اللهم زد علينا نعمك يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله لو كانوا يعلمون